رجعنا لكم مع الحديث الممتع للدكتور خالد منتصر. الدستور يا دكتور. انا هقول ويمكن دي اول مرة تذاع في برنامج كواليس منح الازهر هذه السلطة المطلقة في الدستور. اتفضل. وان التي وصلت لدرجة ان شيخ الازهر لا يعزل. كان صراع ما بين شخصين في لجنة الدستور. تمام. ما بين الدكتور سعد الدين الهلالي. تمام. ومستشار شيخ الازهر محمد عبد السلام. كويس. دكتور محمد عبد السلام. تمام. وتخيل ان الازهري ابن الازهر الدكتور سعد الهلالي هو الذي طالب بان تكون الماده الازهر مؤسسه علميه. تمام. وليست كهنوتا دينيه. مؤسسة علمية مستقلة. رفض أن تكون رقيبا على كل الكتب. رفض مسألة السرمدية دي أن شيخ الأزهر يقعد طول العمر و و و و كل كنا احنا بنطالب برئيس الجمهورية يقعد 4 سنين ومدة كمان وخلاص يعني. طبعا المادة هزم رأي الدكتور سعد الهلالي وانتصر الرأي الآخر. ليه؟ مش كان في بس لان يعني هل يعني انا مش عايز اقول اسماء. هل كان هناك حرج ما؟ هل كان هناك مزايدة ما؟ ليه يعني انا مش عايز اقول اسماء يا دكتور مدحت لمثقفين كبار ومنهم فنانين وقفوا ضد الدكتور سعد الهلالي. ومسير التاريخ هيكتب ويقول ان فلان. النخبة المثقفة ومنها فلان الفلاني وعلان العلاني الذين يظهرون امامنا بشكل اليسار الليبرالي قال لك يلا نخلص بقى فيها ايه فعلا. فيها ايه فعلا؟ ده دستور يا جماعة، دستور مصر. لهذا لابد ان تراجع بعض هذه المواد. تمام. لازم لان المسألة يا جماعة هتبقى في منتهى الخطورة. هو الدكتور مثلا محمد عمارة ما بيشالش من بتاعت مجلة الازهر دي ليه؟ عشان المادة دي. محدش قادر. دي دولة داخل الدولة. خلاص. تمام. محدش يشيلها. لان رئيس الازهر مش عايز يشيله. خلاص. اوكي. محدش يقدر يشيله. تمام. محدش يقدر يناقشه. تمام. في المسألة دي. تمام. اذا احنا امام مشكلة. تمام. المشكلة دي لان فيه بعض المثقفين اكثر تطرفا، اكثر يمينية، نتيجة مصلحة، نتيجة انتهازية. في الغالب هو ده نتيجة اراء استفادة تقاليد عادات وتقاليد. ممكن لان في مشكلة مصرية فظيعة جدا اللي هي وهي انه من الممكن ان يكون المثقف ثوريا بالمعنى الثوري العادي الدارج اللي هو بيطلع مظاهرات ومش عارف ايه وبيعمل ايه، ولكن لو ساعة ما تقول له ختان البنات يقول لك ده لازم تتختن. هذا الانفصام في الشخصية ما بين الاجتماعي وما بين السياسي. من الممكن ان يكون ثائرا سياسيا ولكنه متخلف اجتماعيا. دي نقطة مهمة جداً يا دكتور اللي بتقولها دي. يضرب مراته يضرب مراته في البيت ويقول لها ويعمل سيد ويطلع بره يتكلم عن حرية المرأة والثورة السياسية ونكون حزب مش عارف ايه الاشتراكي الليبرالي مش عارف الحلزوني الكلام ده كله. طيب شعارات ترفع من اجل مصلحة ما. للأسف لابد ان تكون لدينا ثورة اجتماعية. ثورة اجتماعية لان الديمقراطية بدون الكلمة اللي الناس بتكرهها وهي الكلمة الحقيقة معناها مختلط عند الناس العلمانية. لا ديمقراطية بدون تلك العلمانية. الديمقراطية عندنا. قولي للناس بس عشان انا هقول ليه طالما مختلطة على الناس. اتفضل يا دكتور قول لهم يعني ايه لا ديمقراطية. قال ان العلمانية دي تبقى دولة ملحدة يعني. العلمانية ليست الكفر والالحاد بداءة. تمام. العلمانية ليست نفي الدين عن الحياة ولكنها عدم تحكم رجال
الدين في السياسه. ما تبقاش دوله ثيوقراطيه يعني. دوله هدي المشاهدين مثال. كتاب الفقه ممكن كتب او حاجات فقهيه تقول لك ان الجن ممكن يتلبس وشيوخ تقول لا الجن ما يتلبسش جسد انسان. تمام. طيب لو الجن واحده قالت ان الجن تلبسني وانا عايز اتطلق من جوزي لان انا اتجوزت جن. وحدثت في المحاكم المصريه. تمام. وشفت صاحبه هذه القضيه. تمام. طيب انت لو في دوله دينيه بتعتمد هذه الكتب ممكن تطلقها. تمام. او ممكن تقول البيت ده اتحرق بالجن زي ما في قرى قالوا انها اتحرقت بالجن. لا الدوله العلمانيه تقول لك انا ماليش دعوه بالكلام ده. خلينا نشوف الاسباب العلميه والمنطقيه. اقتنع انت بالجن لوحدك في تفكيرك. اعمل كتب عنه. اقتنع زي ما انت عايز تقتنع. لكن عند الخروج الى الحياه السياسيه والقوانين ليست لدينا الا المواطنه. المواطن على قدر الكفاءه. وليس على الدين او اليهودي او او على الجنس. ما اقولش المرأة ما بتبقاش قاضية عشان اصلها بيعتورها بعض النرفزة اثناء الدورة الشهرية والكلام العجيب ده. وان مخها اصغر من مخ الراجل والكلام الفاضي ده. اذا انا في الدولة العلمانية التي هي بالمناسبة هي التي تدافع عن الاديان وليست مخلب قط للدفاع عن دين. تمام. الدولة الدينية تدافع عن دين ضد الأديان الأخرى. لكن الدولة العلمانية لكن الدولة العلمانية هي مظلة لكل الأديان والمعتقدات وتحمي كل الأديان والمعتقدات. تمام. أنا هدي مثال بسيط بقى للإخوان اللي ممكن بيسمعونا وأشك إنهم ممكن بيشوفوا البرنامج غالبا مقاطعين البرنامج لكن اللي شايف يرسمهم رسالة عدى بالصدفة يعني عدى بالصدفة من قدام الشاشة. اللي مخلي مرسي والاخوان واللي في السجون دلوقتي عايشين وبياكلوا يعني مرفهين ملظلظين كده العلمانيه. ليه بقى القانون؟ لان ولي الامر لو كان استخدم قوانين الشريعه كان ممكن في لحظه قال لك استئناف. ايه مفيش حاجه اسمها استئناف. مفيش حاجه اسمها درجات تقاضي. هاتهم تك خلاص على طول. افساس في الارض و و و الحرابه طبق عليهم حد الحرابه قطع الارجل والايدي من خلاف. مش ده اللي كان هيطبق؟ الوقت بقى الاخوان بيجروا على ايه؟ جمعيه حقوق الانسان التي هي انتاج علماني. للدول الغربيه اللي الدول الغربيه بتعمل اللي هي علمانيه بيقول لك لا انا عايز محامي اللي هو القوانين الفرنسيه. انا عايز درجه تقاضي انا هطلع استئناف. عشان كده الناس زعلانه قوي الاستئناف ايه وطولت الدنيا وبتاع. معلش يا جماعه انا برغم هذا الطول وبرغم هذا الضيق الصدر اللي عند الناس ارجوكوا قفوا مع القانون انفاذ القانون علشان وروح القانون عشان ما يبقاش شكلنا زي الناس اللي قطعت القذافي بهذا الشكل الهمجي. طبعا احنا اكثر حضاره. حتى الناس اللي بتتكلم عن مبارك ومحاكمه مبارك وبتاع انا باخد منها نقطه واحده بس ان احنا برضو متحضرين. طبعا مع اي محاكمه لاي مسؤول بنعمل الدرجات التقاضي والقوانين اللي هي افراز علماني. تمام. القضاء على العبوديه افراز علماني. فعلا الاسلام ضيق المساله. لكن كان في ناس لغايه 1900 وحاجه في عبيد عندهم جواري طبعا وعندهم عبيد. تمام. وعندهم خصيان. ويقول لك اصل الشريعه ما عملتش حاجه في الكلام ده. ضيقت لكن هل قالت اقضي خالص على العبيد وما ملكت ايمانكم مين؟ قانون علماني. وهكذا. العلم عندما يتساءل ويضع علامات استفهام فهو نتيجة تفكير علماني. تمام. اذا ما يجيلناش الارتكارية ما يجيلناش المسألة ديت ولا وش معقول والعلمانيين دول ملحدين وكفرة واحمد لطفي السيد سقط عشان قالوا عليه انه ديمقراطي. اللي هي الحتة اللي جت في فيلم البداية بتاعت صلاح ابو سيف. احمد لطفي السيد اول ما نزل انتخابات راحوا عاملين الاعداء بقى بتوعه او الخصوم يعني اشاعة
على فكره يا جماعه هيقول لكم انا ديمقراطي، انتوا عارفين ديمقراطي يعني ايه؟ يعني كافر، يعني كافر، وبعدين ممكن يبقى فيه جنس جماعي. الديمقراطي ده اللي هو ايه؟ كلها مع بعض، كله ما مراته مش مهم، مش عارف ايه الكلام اللي هو ديمقراطي بقى، ديمقراطي بقى. الراجل طبعا ما خدش ولا صوت نتيجه، ما خدش غلوه. ايوه، ما خدش غلوه. احنا الوقت بنقول ايه؟ وهولات الاخوان بيقول بسبب الديمقراطيه. نفس هذه المرحله بنمر بيها دلوقتي عندما تقال كلمة علمانية. انت تتذكر الكلمة اللي قالها اردوغان على الرغم من كره له لما قالوا دولة اسلامية، لهم انا مش دولة، انا رئيس مسلم في دولة علمانية. وده كان اردوغان. بالظبط. اللي هو قصده الرئيس السيسي عندما قال ان هذا التنظيم وصل لحكم دول. بالظبط. هو اردوغان فعلا حاكم اخواني لدولة علمانية. دولة علمانية. لكن ما يقدرش يلغي قناة بورن واحدة. طبعا لا، ما دارش، والدعارة في تركيا وكل شيء، كل شيء. فالمسألة يعني ايه؟ واضحة، واضحة الانتهازية فيها. وان المسألة كلها يعني ايه؟ بيزنس. بيزنس واضح تماما. يبقى اذا المادة، نرجع لمسألة الدستور. هذه المادة لابد انها تتقنن. والازهر يبقى هيئة علمية مستقلة. بس لابد في بعض التفاصيل لازم نعرفها، زي ما بعض التفاصيل في المادة التانية لازم نفهمها، اللي هي الشريعة، اللي هي الشريعة الإسلامية الأساس، المصدر الرئيسي للتشريع. تمام. شريعة محمد عبده ولا شريعة عمر عبد الرحمن؟ بالظبط. ولا شريعة باكستان ولا ابو الاعلى المودودي ولا محمد عبد ابن عبد الوهاب؟ عايز اجابه. لازم اجابه صريحه. لان ده بيستغل وقت اللزوم، زي ما قلنا على صفوت حجازي استغل في ضرب المعارضه بعض الحوادث والاحداث. نفس الكلام اللي ممكن يستغل يقول لك احنا بنطبق الشريعه. طب بالمناسبه دي يا دكتور، مجلس الشعب القادم وهو الجهة اللي بعد كده تقدر تغير في الدستور وتتكلم عن الدستور، انت شايف شكله هيبقى عامل ازاي برؤيتك على الواقع كده؟ لان ده شيء خطأ يعني، خطير جدا، لان الدستور بيقول ان يعني صلاحياتهم اكثر من رئيس الجمهورية. للأسف وابقى صريح معاك يا دكتور مدحت، كارثة. انا غير متفائل بهذا المجلس برغم كل اللي بيتقال. لاننا هنقع في مكلمة جدل، واحنا الحقيقه في وقت لا يحتمل كل هذا الجدل. احنا مش داخلين على حوار ديمقراطي. في فرق بين الحوار الديمقراطي والجدل السفسطائي اللي بيقول عليه الغائيه في الاخر، اللي هو الجدل بقى ايه؟ اللي هو يعني جدل بيزنطه اللي يودينا في داهيه. هيقعدوا يتجادلوا. لان زي ما بقول لك، الديمقراطية اللي احنا بنعيشها مجرد طلاء على جدار مخوخ، جدار ما فيهوش اسمنت. تمام. انت بتعمل زيت جميل اللي هو زيت الدهان ده، بتجيب زيت دهان غالي جدا جدا، بس اصلا ما فيش اسمنت اصلا ولا في حديد صلب، اللي هو البناء بقى اللي انا قلت عليه الثورة الاجتماعية. تمام. ان انت المجتمع المدني والتعليم والاعلام يبدأ شوية يسيب الرغي بتاع التوك شو اللي الحقيقه خنق الناس. يعني مشكله زي المشكله السكانيه، بالله عليك مفيش برنامج توك شو اتكلم عليها لغايه دلوقتي. الفقير هو اللي بيخلف 11 و12 بالظبط، يزداد فقرا. طب انا عايز اسال سؤال معلش، بالمناسبه دي احنا بنتكلم في الدين، سيدنا ابو بكر كان عنده كام؟ كان عنده كام ولد وبنت؟ وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر، حتى شوف برضه دكتور مدحت، حتى لو كانوا خلفوا كتير، يعني في ناس كانت مخلفه كتير فعلا، يعني مش هنقول ان هم دول خلفوا قليل، بس هم فعلا في كتير جدا من الصحابه ما كانوش مخلفين كتير، لكن في بينهم اللي مخلف كتير برضه. المساله مش لهذا القياس. يعني ما اقدرش اقول ان الملك عبد العزيز كان خلف 36 ولد وساعات 26. لا، ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. الغنى والثراء والفرد سياسه وهكذا وسلطه انا بقول كده علشان اقول للناس اللي بيقولوا ان تنظيم النسل حرام، انا بحاول اقول ان كثير من الصحابه
ما كانش عندهم 40 عيل و50 عيل، وده دليل انه ليس حراما ولا اي حاجه. احنا يعني عايزين نقول يا جماعه ظروفك ايه؟ ظروفك ايه دلوقتي؟ هو اللي بيمشي الدوله الديمقراطيه الليبراليه المدنيه القانون. وظروفك اللي مش هتقعد ترجع كل شويه تقول الغناء حلال ولا حرام، اصل كان في حد بيضرب الدف زمان وبتاع. لا يا جماعه دلوقتي هل الغناء هيكفر الناس؟ التماثيل، اصل كان في صنم زمان اتحطم. لا واحد يرد عليك يقول لك لا ده في تمثال في الحته الفلانيه كان قائم ومحدش حطمه. لا، هل في دلوقتي حد هيعبد هذا التمثال؟ نفس الكلام بالنسبه للسكان. تمام، انت دلوقتي شايف اولاد الشوارع بقت قنبله مش موقوته، ده قنبله ذريه. المستور بيخلف 2 3، الفقير بيخلف 12 و10، بعد يقول لك اكلهم منين؟ انا مطالب كدوله ان بطاقه التموين يبقى عليها ال11 بتوع الفقير. تمام، اللي بيتجوز فقيره وبيخلف 11 فقير وتبدا سلسله الفقر التي تتسع حتى يصبح 50% تحت خط الفقر. وبعدين نفاجئ باولاد شوارع تفاجئ طيب لو حد قال ان التالت زي الصين كده، محدش طرح هذا الطرح لان محدش متجرئ انه يعمل الكلام ده، لان هيقول لك التالت مش هنعرف. هنطلعه، شوف عايز تتالت علمه على حسابك. مش معقول يبقى في الجامعه مجانية بالنسبة لواحد، او في مدرسة انت اخد كرسي واخد مش عارف ايه وبتعالجه وحارم التاني من العلاج عشان انت مزاجك ان انت تخلف 10، ده مزاجه. تمام، مفيش اي حاجة تانية خالص. انت شايف ان التوك شو ما بتتطرقش الى مشاكل او تحاول تحل مشاكل تهم الناس اكتر من ان طبعا مشاكل اجتماعيه يا دكتور مدحت، يعني زي اللمسات اللي انت بتلمسها في افلامك كده. التاتش الاجتماعي ده مهم جدا. يعني مثلا مشكله بنلاقيها في كل بيت، البنت اللي بتتجاوز 25 سنه وما اتجوزتش، دي مش مشكله، بتؤرق اسر كبيره جدا جدا، ودي مشكله ناتجه عن مفهوم ان العانس دي يعني خلاص دي بارت وما عادتش تنفع وخلاص، ويبقى الاب يا عيني بيعيط ويروح الحج عشان يدعي لبنته، والام مش عارف عامله ازاي، والبنت دخلت في 29، ده حرام، ده مش ممكن، البنت تتدمر نفسيا. تلاقي ايه يقول لك اصل الولاد دول بيحبوا المحجبه، تتحجب. لا ده الولد ده ما بيحبش المحجبه، تقلع الحجاب. لا روحي الفرح الفلاني، يعني ايه ارقصي وتنططي شويه عشان في شويه شباب حلوين قوي ممكن لا تحولت الى سلعه. يا عيني هذه البنت بتتسطح تماما، بتتدمر تماما. عندنا نص مجتمع بقى مشغول بهذا، ممكن تبقى الاولى على كليه الطب، الاولى على كليه الهندسه، لكن يعني عليها مسخ. لكن يعني عليها مسخ. اخر سؤال يا دكتور، عشان طبعا الكلام معاك بصراحه مش عايزه يخلص. هل انت شايف ان هذا الخطاب الديني اللي وصلنا لهذه الحاله هو سبب في ان زادت حالات الالحاد بين الشباب المصري؟ طبعا انا شايف كده. انا شايف شباب كتير فعلا بيتجه للالحاد، وعندنا دليل ان مثلا ايران من اكبر الدول التي بها الحاد. اكبر نسبه شباب ملحد لما زاد المنطقه، التطرف زاد التطرف من الاخرى، لان التطابق اللي هيعمله الشاب ما بين فلان الفلاني الشيخ بقى هو الاسلام، هذا اللي بيقولوا التماهي بين من يتكلم عن الاسلام والاسلام هو الاسلام. لا، لابد يحصل هذا الفصل. لابد نقول للناس ان في نسخ كثيره جدا، يعني مفاهيم كثيره جدا. الاسلام زي المفاهيم الاسلاميه منشط راي زي لافته تندرج تحته لافته بتقول لك ده شارع طلعت حرب. انت بتفكيرك اللي عايزه من الاسلام ان اللافته يبقى مكتوب عليها شارع طلعت حرب، عماره 29، الدور الرابع، وكلنا شقه 5، على اليمين اوضه النوم او اوضه السفره. لا
احنا مش كلنا رايحين هنا. احنا ده رأي بيوضع عامة. التفاصيل دي متروكة لينا كبني ادمين كناس كبشر، وده هيصب في مصلحة الدين وليس ضده. دكتور خالد انا يعني مش عايز اقول لك انا مستمتع بيك قد ايه ونفسي تبقى معايا كل يوم. ربنا انا بشكرك. خلاص انا تحت امرك. بشكرك بقدر ما وجزيل يعني الشكر ليك يا دكتور مدحت لانك انسان في غايه الاحترام. الله يخليك في غايه المهنيه. الله يخليك. وهمك القضيه اكتر من ان انت تعمل حاجه اسمها برنامج ساخن. لا لا اطلاقا، انا اولا سعيد بكلام حضرتك وسعيد وانت صعبان عليا لاني انا حاسس ان انت بتتكلم من كل قلبك وحرقت حبك لهذا الوطن هي اللي بتخليك بتتكلم بهذا الشكل، وطبعا ربنا يعني كتر من امثالك. ربنا بجد شكرا يا دكتور، ميرسي جدا، استمتعت زي ما انا استمتعت جدا بالدكتور خالد منتصر جدا. انا بقول انا استمتعت جدا، انا حاسس ان احنا مش قاعدين على الهوا، احنا قاعدين في البيت بنتكلم مع بعض. ودي حاجه ممتعه بالنسبه لي. فاصل وهنلتقي مع اسره فيلم خطه بديله، انتظرونا وانت حر.